هاي، كيفكم؟ اليوم جات لكم بدي احكي لكم عن كتاب اطفال جبته جديد من امازون و it's seriously one of my favorites. الارت تبعه كتير حلو، القصة تبعته كتير هيك دافية وحلوة وغريبة وبحسها بتصحي المخيلة. الكتاب هذا اسمه Ocean Meets Sky لل The Fan Brothers. Okay, this is the cover. Isn't it gorgeous? Let me show you. Okay, so أنا زي دايما بحكي لكم بعشق البحر، بحب كتير السما، بحب الطبيعة، بحب الحيتان، بحب السفن والبواخر، ببهروني. قد ما قرأت عنهم تفسيرات علمية لهلا بنبهر إنه في إشي هيك بطفو على سطح المي وبسافر من مكان لمكان. It just blows my mind. Okay, so أحكي لكم شوي عن الكتاب. الكتاب بيحكي عن الفقدان برضه، بس بيحكيها بطريقة كتير فن. You know what I mean? القصة بتحكي عن ولد صغير اسمه فين. فين بيكون كتير يحب السفن والبحر، وبيكون جديد خسر جده، وبيكون جده دائما يحكي له عن عالم مكان لما تسافر له في البحر تقدر توصل له، وبيكون السماء والبحر متصلين في بعض، فالحيتان ممكن تلاقيها بتسبح فوق بالسماء والعصافير بتغوص في الماء. You know? فبيقرر فن انه يبني لحاله سفينة ويروح على هذا المكان السحري اللي جده بيحكي له عنه. اوكي، فبتبلش مغامرة فن لما مره بينام في السفينة وبيلاقي البحر سحب سفينته على المي وراحت السفينة بنص عرض البحر. بتبدأ مغامرته، بيبدأ يشوف اشياء كتير حلوة، مخلوقات كتير غريبة. بيروح على جزيرة كلها كتب. That's beautiful, بس impossible to read. That's beautiful. Okay. Yeah. بيروح على جزيرة تانية كلها أصداف. آخر إشي بيوصل على المكان اللي جده حكى له إياه. القصة كتير حلوة، كتير فيها فانتسي، كتير رسمها حلو. وأهم من هذا كله بتحكي عن أشياء حلوة اللي هي قصص الجد والجدة، وكيف إحنا صلتنا فيهم، وكيف بنتذكرهم، وكيف القصص تبعتهم بتكون جزء منا. So if you like this kind of book, I recommend إنكم تجيبوا هذا الكتاب. It's beautiful and بحس إنه الأولاد الصغار كتير رح يستمتعوا فيه، ممكن أولاد وممكن بنات، لأني أنا بنت، أنا enjoyed it. So yeah, it's a good book.